مرحبا أعزائي المتابعين، مرحبا بكم من جديد في قناة أشغال يدوية. معكم منى كالعادة. في الفيديو هذه باش نشوفوا مع بعضنا طريقة استغلال سروال الجينز قديم في صنع حقيبة يد. قبل ما نشوفوا مع بعضنا خطوات العمل على هذه الحقيبة الرائعة، ما تنسيوش الضغط على لايك وترك تعليق تشجيعا لنا. أيضا ما تنسيش الاشتراك في القناة والضغط على جرس الإشعارات الموجود بجانب كلمة مشترك باش توصلك كل الفيديوهات أول بأول. مشاهدة ممتعة للجميع. إذا كما تشوفوا هنا عندي سروال جينز صغير الحجم. قبل ما نقوم بتفصيل هذا السروال باش نقوم بإزالة الجيوب الجانبية باش نستغل هذه الجيوب في تزيين الحقيبة فيما بعد. طبعا بالنسبة لحجم السروال ممكن تستعملوا اي حجم متوفر عندكم. نشوفوا الان مع بعضنا خطوات العمل. نقوم بقلب السروال ثم نقوم بالقص بالطول. اذا كما تشوفوا هذا الشكل بعد القص. بالنسبة للمنطقة هذه باش نخليها مرتفعة بهذا الشكل باش نقوم بإلغائها بالخياطة، لكن قبل ذلك باش نقوم بقص القماش إلى نصفين. باش ناخذ قياس، نحاول أنو القياس يكون متساوي. باش ناخذوني قياس 27 سنتيمتر على طول القماش ثم نقوم بعمل خط، بعد ذلك نقوم بالقص. الان ناخذ القطعة هذه بعد القص باش نقوم بإلغاء الجزء هذا. باش نستخدموني الدبابيس، بعد ذلك باش نقوم بالخياطة. في نفس الوقت باش نقوم بكسر بعض المناطق باش يصبح الجزء هذايا العلوي مستوي بهذا الشكل. طبعا اذا عندكم استيك في المكان هذايا قوموا بقصه. ايضا القفل باش نقوم بازالته. هذا الشكل بعد الخياطة. الآن ناخذ قطعة من القطعتين هذوما. كما تلاحظوا هنا أنا قمت بإزالة الأقفال هذه. باش ناخذ قطعة واحدة باش نقوم بخياطتها مع جانب القطعة الأولى
باش نخيطها بهذا الشكل. اول شيء اثبتها بالدبابيس ثم اقوم بالخياطه. هذا الشكل اللي تحصلت عليه بعد الخياطه. الان نقوم بثني القماش الى اثنين. نقوم الان بخياطه الطرفين هذوما مع بعض. طبعا اذا لقينا قماش زائد نقوم بقصه. الان ناخذ القفل هذايا ونحاول اني نحطه في المنتصف، نثبت الطرف هذا بالدبابيس. نحدد اقصى المسافة من الطرف هذا للطرف هذا ونقوم بعمل خط مستقيم. بعد ذلك باش نقوم بالخياطة على هذا الطرف ونقص القماش الزائد. نفس الشيء باش نقوم به في الناحية الأخرى باش نعيد الخطوات باش تكون واضحة. نقوم بفتح الكسرة هذه بهذه الطريقة، نخليه دائما الخط هذه في المنتصف تقريبا ومقابل لمكان الخياطة اللي موجود في الجهة هذه. ممكن هنا نستخدم الإبرة في تحديد المكان. كما تشوفوا هنا الطرفين متقابلين. ناخذ الان المسطره ونقوم بتحديد نقطه بقياس 4 سنتيمتر. ممكن هنا يثبت الدبوس باش يثبت القماش بشكل افضل. ناخذ قياس 4 سنتيمتر، بعد ذلك نقوم بعمل خط بهذه الطريقة. بعد الخياطة نقوم بقص القماش الزائد. هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. الان ناخذ 4 قطع من نفس نوع القماش، ممكن تختاروا اي قماش متوفر عندكم. بالنسبه للقطعه هذه باش تكون حجمها اكبر من الحقيبه. اذا هذه هي 4 قطع. باش نحتاج ايضا الى سلسله. بالمناسبه انتم ممكن الحقيبه يعني بدل ما تقوموا بالخطوه هذه ممكن تقوموا بتركيب اقفال في المكان هذا وتستعملوها كحقيبه بهذا الشكل بدون الاضافه اللي باش نقوم بها الان.
ايضا ممكن ثبتوا يدي الحقيبة الان، يعني ثبتوا يدين والخيط الطويل اللي يجي في الجانبين. هذا شيء رجع لكم اذا حبيتوا تعملوا بالطريقة اللي باش نعمل بها الان، تعملوا بنفس الخطوات اللي باش نوريها لكم الان. ناخذ الان السلسلة، ناخذ القطعة الاولى باش نثبتها على السلسلة بهذا الشكل. طبعا باش نقوم من بانقاص من طول السلسلة، باش نقوم بقص السلسلة، باش نقوم بخياطتها بهذا الشكل على طرف واحد من السلسلة، ثم نرجع لكم. اذا كما تشوفوا هنا انا قمت بخياطة السلسلة على الطرف. ملاحظة انا اخطأتني، المفروض اني نقوم بخياطة قطعتين مع بعض في نفس الوقت، لكن ما ثمش مشكلة انا باش نقوم بخياطتها الان. المفروض اني نحط السلسلة بهذا الشكل على طرف قطعة القماش الاولى، ثم نحط قطعة القماش الثانية ونقوم بخياطتهم مع بعض على طرف السلسلة. الان باش نقوم بخياطة القطعة هذه في هذا المكان على هذا الطرف، ثم نرجع لكم. بعد الخياطة باش نقوم الان بتثبيت القطعتين الاخرى على طرف السلسلة الثاني، اي طرف هذا. ناخذ في البداية قطعة القماش الثالثة، نحطها بهذا الشكل، نحط الان طرف السلسلة على القماش، بهذا الشكل. ناخذ الان القطعة الرابعة، نحطها على طرف السلسلة بهذا الشكل، نثبتهم بالدبابيس، ثم نقوم بالخياطة في هذا المكان. الان نقوم بفتح القماش بهذه الطريقة بحيث تكون السلسلة في المنتصف او السحاب في المنتصف. ناخذ الان القماش الطبقة الاولى من الناحية هذه والطبقة الثانية من الناحية هذه، نجمعهم مع بعض بهذا الشكل. نفتح القماش بحيث الطبقة الثالثة والرابعة يكونوا مع بعض. ملاحظة، لازم السلسلة تكون مفتوحة للمنتصف تقريبا كما تلاحظوا هنا. الآن باش نقوم بالخياطة في الجهات الأربعة، باش نقوم بالخياطة بهذه الطريقة مع ترك فتحة في الناحية هذه، يعني باش نقوم بالخياطة بهذا الشكل. نخلي هوني حوالي 10 سنتيمتر، نقوم بالخياطة بهذا الشكل، ثم نرجع للمكان هذا. لازم نخليو فتحة، من خلال الفتحة هذه باش نقومو بقلب الحقيبة. باش نثبتها في البداية باستخدام الدبابيس، ثم نقوم بالخياطة. قبل ما نواصل الخياطة باش نقوموني بقص شريط من الجينز، ممكن تقوموا بخياطة الشريط هذا من نفس نوع القماش. نقوم بقصه بهذا الشكل، مثلا باش ناخذ انا القطعة هذه، اعطيكم هوني الطول حوالي 10 سنتيمتر او اقل. نقوم بلف القطعة هذه بهذا الشكل، ثم ندخلها هوني مقابل السلسلة ونحطها بهذا الشكل. باش نقوم بخياطتها مع القماش، نفس الشيء باش نقوم به في الجهة الأخرى. قبل ما نقوم بقلب القماش أو الحقيبة هذه، باش نقوم بكسر
الكوانيت الأربعة مثل الطريقة اللي قمت بها على الحقيبة الجينز، بحيث اني قمت بكسر الجانبين الاثنين، لكن في الجزء هذا باش نقوم بكسر الأربعة الأطراف أو الكوانيت بنفس الطريقة. نقوم بفتح القماش بهذا الشكل، نحاول اني نفتح مكان الخياطة، وباستخدام الإبرة نتأكد انه مكان الخياطة مقابل لمكان الخياطة. بعد ذلك ناخذ قياس 4 سنتيمتر. نستخدم هوني الدبوس للتأكد من انه مكان الخياطة مقابل لمكان الخياطة. ناخذ قياس 4 سنتيمتر، نحدد النقطة، فيما بعد نقوم برسم خط يمر من النقطة اللي حددتها أو خط. الآن نقوم برسم خط يمر من هذه النقطة. الآن باش نقوم بالخياطة في هذا المكان، نفس الشيء باش نقوم به على الكوانيت الثلاث المتبقية. نقوم الآن بقص القماش الزائد، بالنسبة للخطوات التالية باش ناخذ هوني شريط من ورق الفازلينة أو الورق اللاصق. طبعا خذيت قياس هوني القماش الملغي أو المسافة اللي لغيتها بالخياطة اللي هي 8 سنتيمتر، وخذيت قياس طول الحقيبة من أسفل باش نثبتها في الداخل باستخدام المكوات. فيما بعد نوريكم طريقة العمل باش نثبتها بهذا الشكل. ايضا باش نقوم بتثبيت الجيوب اللي سبق وقمت بازالتها من السروال في بداية الفيديو. باش نثبت هذه الجيوب باستخدام آلة الخياطة، وكذلك باش نقوم بخياطة يدين للحقيبة. هذه قطعة القماش هذه المتبقية من السروال باش نقوم بتقسيمها الى اثنين وتجهيز يدين للحقيبة. يعني تقريبا طول الشريط باش يكون 40 سنتيمتر طول الشريط، وبالنسبة للعرض تقريبا 10 سنتيمتر. نشوف الان مع بعضنا طريقة العمل بشكل سريع ثم نرجع لكم. هذا شكل الحقيبة الجينز بعد الانتهاء من تركيب اليدين والجيوب في الخلف. كما تشوفوا هذا الشكل اللي تحصلت عليه. باش نرجع هوني للحقيبة اللي قمت بخياطتها من القماش. كما تلاحظوا هوني انا قمت بربط خيط من الجينز، ممكن الخيط هذا تقوموا بصنعه من سروال جينز قديم. قمت بتثبيته في القطعة هذه اللي قمت بخياطتها في الجوانب، ربطتها بهذه الطريقة، أيضا شكلها جميل كما تشوفوا. بالنسبة للفتحة اللي موجودة في الداخل،
ممكن الآن تقوموا بإغلاق الفتحة هذه، تقوموا بثني القماش بهذه الطريقة، ثم تقوموا بالخياطة بهذا الشكل. باش نقوم بالخطوة هذه فيما بعد. الآن باش ناخذ الحقيبة الجينز ونقوم بإدخال الحقيبة هذه داخل الحقيبة الجينز. طبعا هي في النهاية يعني حقيبة واحدة عفوا، ندخلها بهذا الشكل، نحط دائما الكوع مقابل الكوع، نفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى. ملاحظة انتم ممكن هون تقوموا بتثبيت ورق لاصق وتثبتوا الحقيبتين مع بعض في الجزء السفلي للحقيبتين. انا باش نكتفي بخياطة الحقيبتين فقط في المكان هذا. نعد طبعا من مكان الحقيبة بشكل تكون مستوية، يعني المسافة تكون مستوية. بعد ذلك نقوم بتثبيت الحقيبتين مع بعض باستخدام الدبوس. باش نواصل توزيع الدبوس على كامل الحقيبة، على دائر الحقيبتين. ثم ناخذ اليد هذه ونثبتها ايضا في المكان هذا، نقوم بالخياطة الجزء هذا باش تكون يعني الحقيبة الحقيبتين كلها قطعة واحدة، عبارة على حقيبة واحدة. ثبتهم مع بعض بهذا الشكل. كما تشوفون اعتمدت هوني اني نخلي الحقيبة هذه اكبر من الحقيبة هذه باش يكون شكلها بارز، تعطينا شكل جميل. اذا كما تشوفوني هذه النتيجة النهائية. طبعا انتم ممكن تضيفوا الاكسسوارات اللي تحبوها باش تجملوا هذه الحقيبة. كما تشوفوا شكلها جميل ومميز. انا هوني قمت بوضع كراسات. اتمنى يا رب ان الفكرة نالت اعجابكم. ما تنساوش دعم القناة بالضغط على لايك وترك تعليق. شكرا لكم على المتابعة. كانت معكم هنا المسلمي.